السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. معاون مباحث المركز زين القناوي. يا أهلا وسهلا يا زين بيه. زيارتين في أسبوع واحد. لا ده كتير علينا قوي يا باشا. عايز أعرف مين اللي اشترى منك الرقم ده. حضرتك يا بيه اللي اشتريته. حضرتك كيف؟ أنا اللي اشتريت منك الرقم ده؟ أيوه يا بيه حضرتك.